السلام عليكم. سنستعرض الآن طريقة حل واجب من نوع Class Notebook، وبعدها سنقوم بتصحيح الواجب باستخدام روبريك. أولاً، سيكون الطالب بالضغط على View Assignment للاطلاع على الواجب. عندها سيضغط على My Work. ستفتح له صفحة Class Notebook داخل براوزر مايكروسوفت تيمز. كما تشاهدون، الآن سيقوم الطالب بالضغط على Draw واختيار القلم، ويمكنه تحديد اللون. سيكتب الاسم يمكنه تغيير لون يكتب التاريخ وإذا قام بالضغط عن طريق الخطأ يمكنه المسح. سنقوم بحل السؤال الأول، وعند الانتهاء سيقوم الطالب بالضغط على Close و Turn In. الآن سنستعرض طريقة تصحيح الواجب. لتصحيح الواجب ستقوم المعلمة بالضغط على Assignment والبحث عن الواجب، مثلاً رياضيات مساحة. الآن ستظهر لها من قام بتقديم الواجب. عند الضغط على Turn In سيفتح واجب الطالب داخل تطبيق Teams. الآن يمكنها الاطلاع على إجابة الطالب، وللتقييم تضغط على كلمة تقييم الرياضيات وتختار التصحيح المناسب. عند اختيار الخانة ستظهر النتيجة تلقائيا. يمكنها أيضا إضافة أي تعليق ضمن الفيدباك. عند الانتهاء ستضغط على كلمة Return. الآن سيصل للطالب التقييم والدرجة للواجب. شكرا للمتابعة.